أيضا الرئيس السيسي استقبل اليوم كل من رئيس رواندا بول كاغامي ورئيس السنغال ماكي سال ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس بوركينا فاسو روكا بوري بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فاكي. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس شدد على أهمية التأكيد على جوهر العلاقة بين القارة وشركائها الدوليين كونها شراكة قائمة على الندية والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين. خلونا نشوف هذا التقرير عن هذا اللقاء ونرجع تاني. على هامش مشاركة سيادته في قمة الجي 7 بياريتس فرنسا، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بجلسة مباحثات موسعة مع السادة رؤساء جنوب إفريقيا، رواندا، بوركينا فاسو، السنغال، رئيس المفوضية الإفريقية، وقد تطرق اللقاء إلى مجمل قضايا القارة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وقد أقام سيادته مأدبة غداء تكريما للسادة الرؤساء.